فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: مطلوب في الظاهر، إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون العمامة حاصل، فلولا أنه مطلوب بالظاهر أيضا لم يكن فيه فائدة. نعم، هو ما يكفي أن الإنسان يخالفهم في الاعتقاد أو في العمل، بل لا بد من إظهار ذلك في الملابس، فإن العمامة من الملابس، فإذا لبسها على شكل ما يلبسها الكفار فقد تشبه بهم. نعم. وإذا لبسها على شكل يخالف ما يلبسه الكفار فقد خالفهم، وهذا هو المطلوب في كل شيء، مخالفة في الأمور أو الدينية وأمور عاداتهم الخاصة بهم، تقاليدهم الخاصة بهم.